احنا في لجان اولياء امور الطلاب في المدارس القدس وبالذات مثلا هون في مدرسه الايمان قررنا ناخذ موقف انه لن تمر الخطه الصهيونيه بتهويد واسرله عقول وهويات الاطفال المقدسيين. الاطفال المقدسيين يتعلمون انهم عرب مسلمون ومسيحيون ومقدسيون، لهم أبناء شعب مظلوم تعرض لنكبة واحتلال، وأن هويتهم هي مقدسية، هوية المرابط الذي يدافع عن شيء عزيز. هناك خطة صهيونية تسير بالتدرج لتغيير هذا الأمر. يريدون أطفال يؤمنون أنهم إسرائيليون، يفخرون بأنهم عرب إسرائيليين مواطنين درجة ثانية في دولة اليهود، يريدون نزع كل انتماء للطفل المقدسي بتاريخ هذا الشعب المناضل. نرفض هذا الأمر. المناهج هي التي تصنع عقول الأطفال، وإن تحكموا في عقول أطفالنا خسرنا مدينة القدس، وهذه مسؤوليتنا كأهالي. لن نسمح لهذا أن يمر أبدا. وحتى الآن التجاوب رائع في كل المدارس في كل الأحياء، وإن شاء الله الشعب المقدسي كما دائما سيعود الشعب الفلسطيني جميعا والأمة أننا لن نتخلى عن هذه المدينة وسنحفظها مدينة عربية فلسطينية إلى الأبد إن شاء الله تعالى.